هل تعتقد أن السيد مقتدى الصدر استطاع أن يقلب الطاولة؟ يعني الى حد ما، وحتى موضوع التغريده النهائيه موضوع انسحبوا، هنالك من يريد ان يتآمر عليكم، ربما لديه مخاوف انه ربما يعني هنالك محاوله لتكرار مأساة تشرين عندما قتلوا 800 شاب، ربما هنالك اتهامات كانت لوجود يعني ايادي خارجيه، ايادي ايرانيه في هذا الاطار. يعني على في كل الاحوال هو لم يكن يخطط لاستمرار بقاء المتظاهرين داخل منطقة الخضراء، هو أراد أن يوصل هذه الرسالة، وبالتالي أوقف عملية ربما ترشيح رئيس الوزراء اللي اختار الإطار التنسيقي. لكن نحن أمام استحقاق آخر، يعني موضوع عقد جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية، هو يجب أن يسبقه موضوع الاتفاق على من سوف يكلفه في تشكيل الحكومة. لذلك أنا أعتقد أن الجلسة سوف لن تعقد، لا الجلسة المباغتة التي كان يراد لها أن تعقد يوم غد الخميس أو الموعد البديل اللي هو يوم السبت، إلى أن سوف يستقروا أو يتفقوا أو يضمنوا عدم معارضة التيار الصدري على السيد السوداني.